السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ في شخص دخل كلمني من كام يوم على الانستجرام اني اعلن اسم قناته وانا والله ما اعرفه، ودي كانت اول مكالمة ما بيننا. المهم الراجل ده بيلخص انميات ممكن تشوفوه، لعل وعسى يكون في انمي انت عاوزين تتفرجوا عليه من هناك ولا حاجة. اسم قناته انمياتكم. ما تنساش تعمل اشتراك ولايك عشان ده بيساعد جدا في انتشار الفيديو، واضغط لايك بجد، ده مش هياخد منك غير ثانية واحدة بس. ويلا بينا. انا هو الشغل الحقيقي كوزوكي مومونوسكي. انا جيت من الماضي من 20 سنة عشان احرر بلد وانو، ولكن قوتي مش كفاية عشان اعمر البلد دي. لذا وارجوكم انا محتاج قوتكم معايا. الكل بيهتف لي، لكن برضو الصدمة على وشوش الناس، هم برضو مش مصدقين وعندهم حق. انا اسف اني اتأخرت عليكم المدة دي كلها. مومونوسكي خلاص اعلن رسميا ان هو بقى الشغل الجديد، وان قصة كايدو واستعباده انتهت خلاص. بينتقل المشهد في الارض المقدسة، يعني كده نيكا ظهر اخيرا في العالم ده، وكمان هزيمة 2 مليون في وقت واحد، ده الشيء اللي ما كانش حد هيصدقه خالص، ولكن اهو حصل، ومستحيل اننا نقدر نتسطر على خبر زي ده، واكيد هينتشر في العالم بسرعة البرق. وكمان اتهزموا في وقت صعب جدا بالنسبة لنا، وفي اليمة التانية وفي البحر تحديدا. الفيلزونيشيا اختفى تماما والظلام اتشال عن السماء، ولكن هم ما كانوش اصلا عارفين ده ايه بالظبط. بعدها بنشوف واحد من الجروسكي وهو بيقول انهم باين كده مش هيفتحوا حدود وانو، وكده برضه هيبقى لسه محصنة وهيكون صعب اختراقها دلوقتي اكيد، وده عشان الوضع اللي هم فيه، بس اكيد في واحد ما بينهم ذكي جدا عشان يعمل كده، والا كنا بعتنا جيش ضخم وسيطرنا عليها على طول. بس من المؤكد اننا ممكن نقدر نمسك بنيكو روبين على الاقل في الوقت ده. بعدها بنشوف واحد من السي بي وهو بيتصل بواحد زيه اللي هم على السفينه، يعني اللي قريبه من بلد وان، لكن بيحصل اختراق للخط وبيعرفهم انهم يخلوهم مكانهم وهو يروح هناك، لكن هم مش عارفين مين ده اصلا ومين اللي اخترق الخط ده، وبيقفل على طول. بعدها بنشوف في بلد وانو وقلعه انغوشيما متدمره على جنب كده، وداخلها هوكيز ودريك وبيكونوا متصابين على الاخر. بيسال هوكيز دوريك وبيقول له وانت من البحريه مالكش دعوه، وبعدين انت جاي كل ده عشان تسالني سؤال زي ده وانت على حافه الموت؟ وبعدين سحرك اللي بتعمله ده معرفكش انك ما كنتش هتكون في امان لما تخون كايدو ولا ايه؟ هوكيز، في اليوم اللي نزل فيه كايدو عندنا في المقر انا شفت في الوقت ده ان مفيش امل في انتصار حد منا، عشان كده قررت ان اكون تابع ليه، لكن كيد وكيلر كانوا مستعدين انهم يموتوا ولا انهم يكونوا اتباع ليه. وفي وسط الحرب هنا شفت نور انتصارهم في المعركه دي، لكن كان هيكون من العار عليا اني اتكلم معاهم مره تانية. وفي الوقت اللي كلمتني فيه عشان ننقلب على كايدو انا شفت احتمال نجاة شخص واحد بس لحد بكره، الشخص ده كان انا يا دريك. وبنشوف هوكيز رقد على الارض ومغمض عينيه، بس معرفش مات بقى ولا فقد الوعي، عشان انتم عارفين نظام وان بيس يموت دلوقتي ويصحى تاني يوم. بيعدي 7 ايام على معركه كايدو ولوفي، وبنشوف الناس وهي لسه معلقه زينه الاحتفال، وبنعرف ان دي اوامر من مومونوسكي انهم يفضلوا سايبينها كده عشان لسه هيعملوا احتفال تاني. وبنشوف ان الاطفال بقت بتاخد الدروس بشكل مستقيم وكمان عن حياه اودين، والناس بقت بتشرب ومبسوطه والدنيا بقت تمام معاهم على الاخر. بعدها بنشوف كاماتسو وكيمون وهم قاعدين بيتكلموا انهم قرروا يبنوا ضريح اللي هو مقبره يعني فوق تله عاصمه الزهور زي ضريح اله الصيافير ريوما، وعشان يدفنوا موتهم هناك فيه يعني والكلام ده، لحد ما بيجي لهم ماركو وبيتكلموا مع بعض هم كمان. وفجاه بنشوف الذئب انيمارو بيظهر من جديد، واكيد الذئب ده وراه حاجه يعني عشان يختفي كده وبيرجع يظهر تاني. بيقول كيمون احنا نجينا من المعركه دي بفضل ابطالنا، ولو حصل لهم حاجه فمش هيسامحوا نفسه تاني. بنشوف بقى داخل القصر وبنشوف هيوري اخت مومونوسكي وهي بتصحيه بس على طريقتها الخاصه، وانها بتديله بالرجل في وشه يعني. وبنشوف لوفي وهو بيصحى هو وزورو، وواحد بيطلب لحمه والتاني بيطلب خمره، لكن مومونوسكي بيعرفهم انهم ما ياكلوش كتير عشان هو عمل لهم حفله خاصه، والكل بيصحى من جديد وبيكونوا سعداء على الاخر. بس لوفي وزورو ما بيكونوش عارفين مومونوسكي بسبب شكله اللي اتغير ده، لكن كلامه ده بيخليه يبكي جامد وبيروح يدخل في مكان ما عند نامي زي ما كان بيعمل يعني وهو صغير، لكن هي بتقوم معاه الوجه وبتديله فوق دماغه وبتطيره بعيد. بيحاول يشرح لها ان هو لسه عنده 8 سنين وان هو لسه صغير. وبنشوف سانجي وبروك وهم فرحانين من اللي حصل ده، وبيقولوا له اهلا بيك في عالم البالغين، جامدين والله هما الاثنين دول. لكن بتجيله ياماتو بتعرفه انه ما يزعلش، لكن هو يشبه ابوه كتير جدا، وانه كمان عنده جسم قوي جدا بسبب الجينات بتاعته وبتاعت ابوه. انا مش عارف هي بتحسده يعني ولا بتكلمه في ايه يعني، وانه اكيد هيكون اعظم ساموراي في المستقبل. بيرد عليها وبيقول لها ان شاء الله يعني ان شاء الله. لكن بعدها بنشوف نامي وهي بتطلب منه ان يستحمى معاها قبل المهرجان. بيقول مومونوسكي ان منع نفسه انه يستحمى او ياكل حاجه لحد ما لوفي والطاقم يصحى من جديد وياكلوا مع بعض، ولكن لما بيسمع لوفي كده بيشكره على اللي عمله معاه هو وجيمبي. وبنشوف هيوري وهي عاوزه تستحمى هي كمان مع زورو، وبيقول ان دي تكوز بيعملوها في بلدهم، لكن زي ما احنا عارفين ان سانجي هيموت بسبب اللي بيحصل ده كله، ما هو مفيش حد معبره برضه يعني عنده حق. بيشوف زورو سانجي وهو في الحاله دي وبيقول له انه فاكر كلامه وانه رجع من الجحيم بس عشان يقتله، لكن بيقول له لا خلاص مفيش داعي وان كل حاجه رجعت لطبيعتها. وبعدها بيروحوا كلهم
عشان يستحموا وكله بيكون مستمتعين، وبيعرف مومونوسكي لوفي انه هيعيد المهرجان تاني عشان يحتفل معاهم. وبنشوف طاقم كيد وهو بيحذرهم انهم يخلي بالهم لحد ما يطلعوا للبحر بسلام، وبيعرفهم كمان انهم يكونوا مستعدين عشان هيكونوا مستهدفين من البحرية اكتر من الاول عشان هم هزموا 2 من اليونك يعني. وكمان لو بيأكد على كلامه وان اعدائهم كده هيكونوا مستنينهم لما يخرجوا من البلد دي. بعدها بنشوف ابو ومعاه العملاق بتاعه، وبيعرفهم ان في حد سرب المعلومات دي للجريدة العالمية، ودي اللي بتنشر اخبار العالم كله يعني، وان اكيد دلوقتي عاوزين تعرفوا المكافآت بتاعتكم وصلت لكام ومين هم اباطرة البحر الجديد. وفي اثناء الوقت ده بنشوف شخص طاير بمروحة في السماء وبيكلم القائد الاعلى للبحرية اكاينو، وبيعرفه دلوقتي ان هو قدام حدود وانو وخلاص كلها ثواني وهيدخل جوه البلد، وبيطلع ان ده الادميرال الجديد الثور الاخضر، وهو نفس الشخص اللي اخترق مكالمة السي بي. بعدها بنشوف الجروسكو وهم عمالين يزعقوا على صورة المطلوبين في البحر دول، او بالاحرى على صورة واحدة منهم، وبيقولوا كمان انهم لازم يشيلوا حرف الدي ده من على الصورة دي. بيعرفوا الضابط ده ان الصورة دي هي اللي جات لهم من عملاء السي بي اللي في بلد وانو. بيأمرهم الجروسكو انهم يعيدوا طبعة الصورة من جديد، لكن بيقولوا خلاص فات الاوان واحنا مش عارفين نتواصل مع المطبعة. بعدها بنشوف دكر البط الجامد ده، الشخصية الاكتر فرفشة في وان بيس كله، واللي ما يعرفش الشخص ده فالشخص ده بيكون صاحب اكبر جريدة في وان بيس كلها، وهو المسؤول عن المعلومات في العالم كله. وبنشوف ان هو كمان اخترق جهاز الاتصال بتاع السايفر بول لما كانوا بينقلوا المعلومات من بلد وانو، وبيقول ان هو مش هيسمح لحد يغير الحقائق وان هو هينشر الحقيقة زي ما هي. واول خبر هو هزيمة البيجمام، وده خبر كافي انه يقلب العالم كله. والخبر الثاني هزيمة اليونكو كايدو. بعدها بنشوف مكافآت الابطال الجديدة، وهو يوستس كابتن كيد مكافأة استثنائية 3 مليون بري، مونكي دي لوفي مكافأة 3 مليون بري، جراح القلب لو مكافأة استثنائية 3 مليون بري. يعني بصراحة مكافئتهم كويسة باللي هم عملوه. بعدها بنشوف ان كيد مش موجود، وبيقول واحد منهم انه ممكن يروح لعاصمة الزهور عشان يحتفل هناك لوحده. بعدها بنشوف كمية الاكل اللي هم عملوها وكل ده عشان الاحتفال بس، مع انهم ما كانش لاقين اي اكل ياكلوه ايام كايدو والله. وبيقعد جيمبي على الطاولة وبيستني بقية الطاقم، وبعدها بيجي الطاقم وكالعادة بيبهدلوا الدنيا كلهم من اللي هم بيعملوه. لكن بنشوف تحت القصر في القابو تحت ان نيكو روبين كانت بتدور على حاجة هناك لحد ما بيجي لها الراجل ده وبينادي عليها، والراجل ده اسمه تينغو. بتقول ازاي انت عرفت اسمي، لكن ما بيردش عليها وبيغير الموضوع، وبيعرفها ان الغرفة اللي هي فيها دي بتاعته وان اتحبس هنا فيها لسنين طويلة. اتحبست ازاي يعني؟ وبعدين انت شكلك مش مجرد حداد عادي، لا حدادة السيوف دي مجرد هواية بالنسبة ليا. اسمي الحقيقي هو كوزوكي سوكيكي، انا بكون الشوغن السابق لبلد وانو ووالد اودين وجد مومونوسكي كمان. طيب مومو يعرف انك لسه عايش ولا لا؟ لا انا مش ناوي اقوله، ولكن ممكن يكون الخدام لاحظوا ده. انا الشخص اللي اخد منه قرطش عرش بلد وانو، فازاي اعرفهم اني لسه حي بعد السنين اللي فاتت دي كلها؟ انا لما هربت من الغرفة دي بتعب ومشقة، كان اودين مات واحوال البلد دي خربت على الاخر، وفي الوقت ده فكرت في الانتحار على تقاليد الساموراي انه يشق بطنه يعني. لكن روبين بتقطع في الكلام وبتقول له تنغسان، انا على يقين تام ان السلاح العتيق بلوتو موجود هنا في الدولة دي، وده عشان انا قرأت البونجليف التاريخ اللي في مملكة ألاباستا، والنصوص اللي هناك كانت بتدل على انه هنا. هو موجود هنا فعلا. بعدها بنشوف الكومس وهي بتودينا لمقاطعة أدن اللي أتباع كايدو والناس اللي كانت معاه محبوسين هناك يعني، وبنشوف الناس اللي هناك وهم كلهم مقتولين، وكينغ هو كمان في غصن شجرة مرشوق فيه، وكمان كوين في غصن شجرة هو كمان، وبنشوف إن كوين بدأ ينحف ولكن ده برضو مش عارفين إزاي، لكن بنعرف إن ده من فعل الأدميرال الثور الأخضر. بيقول لهم الأدميرال إن مستحيل شخص زيه كده وفي مكانته يخسر قدام شوية قادة زيكم، والبحرية حاليا ما عندهمش جنود عشان يتعاملوا معاكم في الوقت ده، وبنشوف إنه بيقدر يمتص السوائل من اسمه او اي حاجه زي ما شفنا كده يعني. وبنشوفه هو بيكلم واحد من البحريه وبيعرفهم ان هو في بلد وانو وانه محتاج سفينه حربيه دلوقتي، وانهم كمان ما يعرفوش القائد اكاينو لانه معجب باسلوب الراجل ده جامد، وبيقول ان هو دلوقتي جه هنا عشان ياخد راس لوفي وبيطلع ملصق ليه. وفي عاصمه الزهور الكل بيكون مستمتع بالحفله دي، وبيفتكر مومونوسكي كلام لوفي معاه انه طلب منه انه ما يعرفش اهل وانو انه هو اللي عمل كده، يعني هزم كايدو يعني، عشان هو ما بيحبش يكون الناس شايفاه كبطل، لحد ما بيجي له كيد وبيبقى عاوز هاجم على لوفي. لكن لوفي فجأة بيلف ايده حوالين رقبته وبياخده جنبه وبيقول له يلا بينا نحتفل. لكن بعدها بشويه بنشوف سبب كيد لما جه وكان عاوز يهاجم على لوفي، بنعرف بقى ان لوفي بقى معترف بيه من جميع العالم انه بقى يونكو رسمي، وكمان بنشوف المهرج باجي بقى يونكو، وده بقى اكتر واحد صدمني وانا قاعد بكتب الفصل ده. احنا عارفين ان باجي حظ فوق كل اللي في وان بيس، لكن مش للدرجه اني اشوفه يونكو يعني. لكن لوفي بيقول له انه ما يعرفش اصلا ازاي بقى يونكو. وفجأة بنشوف الثور الاخضر وهو متجه يمه المهرجان، ولكن
كوميز بتودينا الفصل بين ال 1053 وال 1054. الفصل ده بيكون عن روجر وبعضا من اسراره اللي ما تعرضتش في القصة خالص، وطموح زيك اللي هو القائد طاقم الروكس، ولمحات عن معركة روجر وطاقم الروكس. لكن انا حاليا مش هتكلم عنه عشان في كام فصل في القصة زي انيل ورحلته بعد ما هزموا لوفي، وروبلوتشي وباقي المجموعة دي برضو بعد ما اتهزمت من لوفي، وازاي بقى من السايفر بول واللي هم تحت اوامر التنانين السماوية مباشرة. يعني من الاخر كل شخص من دول من اللي انا ذكرته دلوقتي ليه فصول معينة. الفصول المعينة دي ممكن يكون محدش شرحها قبل كده عشان هي بتكون صغيرة، فممكن ما يكونش حد خد باله، لكن انا هجمعهم كده واعملهم فيديو. وعلى فكرة جميلة جدا والله، انا شفتها يعني عجبتني قوي بصراحة، وحتى ان في قصة الايس كده على جنب صغيرة برضو هبقى احكيها لكم يعني. ويلا بينا بقى نكمل باقي القصة. بعدها بنشوف في عاصمة الزهور ان دانجيرو وباقي الساموراي عرفوا او حسوا بالادميرال الجديد ده وانه جاي على المكان هنا، وبيقولوا كلهم انهم لازم يروحوا لهناك عشان ما يجيش هنا عند لوفي، وانهم لازم ما يعرفوهوش. وبنشوف قدرة الادميرال ده وان كل ما بيمشي بيعمل زهور تحت رجليه، ولكن وفجأة بنشوف الساموراي وهم قدروا يوصلوا قدامه، بيقول لهم انهم لازم يبعدوا من قدامه، لكن بيقول رايزو ان البحرية دول بيكونوا اعداء لوفي في العالم الخارجي واكيد جاي عشانه. ليه؟ هو انتم تعرفوا ايه عن العالم الخارجي ايها الساموراي؟ التنانين السماوية دول بيكونوا هم آلهة العالم، وبلد زي دي مش تابعة للحكومة، فما لهمش حقوق يعيشوا زي بقية البشر. بيهاجم عليهم بلكمات من الخشب من تحت الارض كده، وبيقول لهم انه اكل فاكهة غابة وهو دلوقتي بقى رجل الغابة، واللي بتعتبر احد اهم العناصر للحياة زي البحر، وان هو بيجسد الطبيعة بحد ذاتها. محدش يلومني، فده هو قانون العالم، ما يهمش عدد الناس اللي هيموتوا هنا لان البلد دي ما فيهاش قانون يحميها، عشان كده اي دولة مش تابعة للحكومة العالمية يبقى لازم يموتوا او يعيشوا عبيد، عشان كده لازم اوصل لقبعة القش لوفي. يا جماعة الثور الاخضر ده طلع شخصية متعجرفة جدا على فكرة، وانا بحبوش الشخص ده، وفجأة بيتحول لرجل الغابة واللي بيكون هو عبارة عن شجرة وبيهاجم عليهم، لكن واحد من الساموراي ده وبسرعة جامدة بيقطع جذع الشجرة ده لحد ما بتوصل ياماتو هي كمان، وبتعرفه ان بلدوانو دي كانت محتلة من 20 سنة ولكن اخيرا اتحررت، وانت جاي هنا عشان تهاجم عليها؟ طيب وانت مين انت كمان؟ انا ياماتو بنت كايدو، وكل كلامك ده غير مقبول. بتهاجم ياماتو عليه بالهاكي بتاعها وفعلا بيتأثر بيه، وبيقول فعلا الهاكي بتاعها قوي جدا. وفجأة تاني بيوصل مومونوسكي وبيجري عليه وبيقول له امشي من هنا، وبيروح يعضه. بصوا بقى يا جماعة، مومونوسكي ده ما بيعملش حاجة غير انه بيروح يعض الناس وخلاص، وبيقول له امشي من هنا قبل ما تخوف الناس. غلبان قوي والله مومونوسكي ده، عشان هو وعدهم بالاستقرار والامان. ايه ده؟ تنين وردي؟ اول مرة اسمع بالقدرة زي دي. لكن بيقدر رجل الغابة ان يمسكه ويلف عليه الخشب على جسمه كله كمان. بيحاول الساموراي بتوعه انهم يساعدوه، لكن بيرفض مساعدتهم وبيقول لهم محدش يتدخل في القتال ده. وفي اليمة التانية او بالقرب من حدود وانو، بيلاقي شانكس والسفينة بتاعته هناك، وشكلهم هم كمان متجهين يمة بلد وانو. بيقول واحد من الطاقم يلا نبدأ يا زعيم، فكده لوفي بقى قرصان عظيم دلوقتي. لكن بيقول شانكس ان المنظر ده بيرجعه بحنين الماضي، وان ما شافش المنظر ده من وقت ما افترق هو واودين، واكيد مومو وهيوري بقوا كبار دلوقتي. يلا بينا يا زعيم نقابل لوفي. استنوا يا جماعة، انا ما حضرتش نفسي عشان اقابل ابني اوسف، انا فاكر ان كيد موجود معاهم هناك برضه، ولازم نهزمه هنا عشان هو اللي اتحدانا. وبيظهر شانكس اخيرا ومعاه ملصق للوفي، وبيفتكر شانكس لما قابل سفينة البحرية اللي كان عليها فاكهة المطاط وانهم هجموا عليهم واخدوها منهم، وبيظهر هوز هو كمان لما كان هناك يعني. وبعدها بقى بنشوف شانكس وهو قاعد مع لوفي وهو صغير وشكله كده يعني بعد ما اكل الفاكهة، ولما الوحش بيقطع ايده والكلام المتكرر كل شوية في القصة ده. بيقول لهم شانكس ان هو مش عاوز يقابل لوفي دلوقتي. ليه بس يا زعيم؟ انتوا مش فاكرين ان في احد الجزر بتاعتنا ان في شخص من اتباع لوفي حرق العلم بتاعنا ورفع علم لوفي ولا ايه؟ احنا لازم نتعامل معاه الاول، والا كله هيعمل زيه وهيكون اسمنا في الارض. بقولك ايه يا بيك؟ ايه؟ اظن ان الوقت جه لانتزاع الوان بيس. ما تنساش الاشتراك واللايك، واعمل لايك يا كسلان منك ليه، عشان بصراحه بلاقي في ارقام خياليه على الفيديو والاقي بس 4000 ولا 5000 اللي عاملين لايك. مشكله اللايك معانا احنا يا جماعه كمنشئين محتوى ان اللايك ده بيساعد في انتشار الفيديو بس، عارفين لو اللايك ده ملهوش اهميه مثلا زي كده والله ما هتلاقي حد بيطلبه، ما حدش هيطلبه اصلا، لان هي الفكره كلها ان هو بيعمل انتشار للفيديو. بلاقي ارقام يعني انا في فيديو عندي جاب 60000 ولا 70000 الاقي 4000 او 5000 لايك بالعدد. طب يعني من 60000 دول ما حدش عجبه يعني الفيديو خالص ولا ايه الكلام يعني؟ مش فاهم بصراحه. ما تنساش انك تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسلام.